يستغللك دوت انه يقوم باعثك على حاله احتقان اكتر، يبقى هدفها ايقاع قوتك الامنيه. ها سعر السلع داخليا ازاي يقدر يلعب لك في حاجه بحيث يقوم لك صراع داخلي من سلعه معينه، زي ما شفنا الناس اللي طلعت مثلا ايه قطعت خط طريق او قطعت طريق عام عشان ما كانش فيه انابيب بوتاجاز. ها ففي معلومات بسيطه عن مثلا نقص سلع معين، البلد معرضه لمجاعه، بس انت طبعا مش بتقولها كده، انت بتقولها داخل مثلا ايه كلام ان في مثلا يعني انا بقول مثلا حشد ضد قوة امنية او في قوة امنية عندها استعداد ان هي تنهار او انها ايه تعمل عصيان او كذا. المعلومات دي بتستغل يوميا، لازم تراقب نفسك، لازم تراقب انت بتكلم مين، لازم ما تتكلمش مع حد الا لما هو مش بيتكلم، حتى الكلام اللي بيكتب كده على اللي بيكتب على ده في مصايب. وللاسف بقى كل ما الناس تلاقي حاجه سخنه يعني حاجه فضيحه تقوم بقى ايه بسرعه الهوا تنتشر معلومات كتير. لازم تعرف ان انت مسؤول عن كل كلمه وهتحاسب عليها. فكل انسان يراقب نفسه في كل كلمه بيقولها مهما كان احساسه بالغضب او بالتأييد لجهه او بالغضب من جهه، لازم تراقب نفسك لان اللي انت بتعمله ده ممكن يخلخل ناس كتير وممكن يعمل حرب اهليه في الداخل. وهم بيسعوا لايقاط حروب اهليه في الداخل، بيسعوا لايقاط حروب اهليه في الداخل ليه؟ لان لو احنا اخذنا نموذج مصر، احنا قلنا الكلام ده على الدول العربيه كلها، انك انت في حرب العراق في اول مرحله من حرب العراق صرفوا 3 تريليون دولار في اول مرحله، حرب العراق قتل فيها في اول مرحله فوق المليون شهيد من العراقيين. ها طيب انت دلوقتي عندك الاسهل ايه؟ ان انت بتستخدم كل التقنيات الحديثه والقوى الضاربه اللي هي الشباب، القوى الاساسيه اللي في الدول العربيه، انك انت تضرب الشعب بعضه، تقوم حروب اهليه في الوسط، زي ما قلنا البلد تقع اقتصاديا تبتلع كذا كذا كذا، يبقى في حاله تاجج دائم انك انت في حشد في اي شراره الناس هتنزل تضرب بعضها. المهم عايزين نشوف دلوقتي اوجه تانية اللي احنا مهم جدا ان احنا نعرفها ومهم ان احنا نتحسب ليها. مثلا يعني مثلا التضليل الاعلامي، انا عايز اقول للناس حاجه مثلا مهمه جدا، لو احنا جينا للتضليل الاعلامي هنبص نلاقي مثلا ايه الماسونيه بصوره عامه، زي ما قلنا الماسونيه هي اللي انشات الصهيونيه، البروتوكولات اللي احنا يعني بنعدي عليها او بنمر عليها مرور الكرام هي دي من احد المناهج اللي ماشيين عليها بالاساس في المخطط بتاعه. هنبص نلاقي مثلا ايه في التضليل الاعلامي في حاجات مهمه جدا، بس اذكر الاول مثلا البروتوكول 13 بيقول ايه من بروتوكولات حكماء صهيون: علينا ان نلهي الجماهير بشتى الوسائل، وحينها يفقد الشعب تدريجيا نعمه التفكير المستقل بنفسه، سيهتف جميعا معنا لسبب واحد، هو اننا سنكون اعضاء المجتمع الوحيدين الذين يكونون اهلا لتقديم خطوط تفكير جديده. هنبص لها مثلا في البروتوكول الثاني من بروتوكولات حكماء صهيون: من خلال الصحافه اكتسبنا نفوذا ولكن ابقينا انفسنا في الظل. فهو هم عارفين اللي يسيطر على الاعلام يسيطر على الـ الـ الوسط الاكثر قوه، حتى اقوى من الحكومات نفسها، حتى ان هو ممكن يضغط على الحكومات نفسها. في البروتوكول التاسع: لقد افسدنا الجيل الحاضر من غير اليهود ولقناه الافكار والنظريات الفاسده. حتى قناه الافكار هم لما سموها شانلز او شانلز دي ما كانتش جايه من فراغ، جايه من قنوات الافكار الفاسده اللي هيبثوها. في البروتوكول 17: لقد عانينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين ولقد نجحنا في الإضرار برسالتهم التي قد تكون عقبة في طريقنا. فنخلي بالنا. عايزين نقول إيه بقى؟ إن أصلا كل ما يحدث في هذا الإعلام لم يأتي بالصدفة. بصورة سريعة عشان يعني إيه ما خدش وقت كتير، كل ما يحدث في الإعلام لا يأتي بالصدفة أبدا، كل أفلام هوليوود دي لا تأتي بالصدفة أبدا. هنبص نلاقي إن الماسونية هي اللي تقف أساسا وراء صناعة السينما في هوليوود، وهي اللي وقفت وراء هوليوود. هوليوود يعني إيه؟ هوليوود يعني الخشب المقدس. خشب المقدس ده زي ما ذكرت قبل كده بس أذكر تاني إن الخشب المقدس هو أحد طقوس سحر العين في الكابالا. الكابالا دي طبعا الجماعة اللي بتعتبرها الماسونية بتلجأ لها للعقائد اللي مشتقة من كذا حاجة، فيها حاجات من التلمود، فيها حاجات من العقائد الوثنية، فيها حاجات سحرية، فيها حاجات كذا. لكن زي ما قلنا اللي هي هوليوود اللي هو الخشب المقدس أحد طقوس سحر العين، فلما قالوا الصندوق السحري كانوا يقصد به هذا الأمر تماما. طيب عايزين نشوف بقى إيه اللي بيحصل في الصندوق السحري ده. أولا لازم نلاحظ إن في أواخر إحصائيات إن لقوا إن معدل الرؤية للطفل العادي بالمعدل اللي بقينا فيه بيصل في سن 16 سنة إن هو يكون شاف من 10,000 ساعة ل 15,000 ساعة تلفزيون. ف
فتخيل كم هذا التأثير على مخ الطفل وتشكيله لشخصيته وبرمجته يوميا، ده غير طبعا الكبار. بس تخيل ان هذا التأثير يفوق تأثير المدارس، يفوق تأثير الأب والأم اللي هم بأبناء للتربية والكلام ده. لكن في حاجة تانية بقى، ان 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 البرامج المعدة للأطفال ومعدة مثلا المراهقين زي الأفلام الأكشن والكذا والكذا والكذا، دي بتنقل نشاط المخ لحاجة اسمها حالة وعي بديلة. حالة الوعي البديلة دي بينتقل فيها نشاط المخ تقريبا بالكامل للفص الأيمن من المخ، وبيتضاعف هذا النشاط. التضاعف ده بيخلي الجسم يفرز حاجة اسمها بيتا اندورفينز. بيتا اندورفينز دي يعني ايه؟ يعادل تأثيرها الحشيش والأفيون. فالنقطة ان انت بتصل في مرحلة الوعي البديل او التركيز في التلفزيون دي فعلا حالة تخدير بالمعنى الحقيقي. انت دي فعلا بتماثل حالة انك انت تكون متعاطي حشيش او أفيون. عايز اقول مثلا ايه على تجربة مهمة جدا، يعني ده كان يعني من احد تجارب، في تجارب كتير بس دي تجربة مهمة جدا، كانت في مستشفيات ولاية ماساتشوستس. قاموا يعني الباحثين هناك قاموا بتوصيل أجهزة رسام المخ ببعض المشاهدين اللي هم الصغار من الأطفال، اللي هي أجهزة رسام مخ اللي هي اي اي جي اللي اتكلمنا عليها، بتقيس النشاط الكهربي المخ. وفي نفس الوقت وصلوها بجهاز تلفزيون بحيث تقوم الأجهزة دي بإطفاء التلفزيون إذا ارتفعت نسبة موجات ألفا. موجات ألفا دي ارتفاعها بيمثل إيه؟ مشاكل وخلل في الجسم وخلل في وظائف الجسد وكذا. فهم وصلوا التلفزيون بحيث إنها لو ارتفعت موجات ألفا الصدر عن المخ على مستوى معين اللي هو المستوى الضر تقفل التلفزيون. النتيجة كانت إيه؟ إن عدد قليل جداً اللي تمكنوا من هم يفضلوا التلفزيون مفتوح لأكتر من 30 ثانية. 30 ثانية. فتخيل بقى احنا بيحصل لنا ايه؟ يعني النشاط الطاقة اللي بتحصل دي كلها اللي في المخ دي كلها بيصل في خلال 30 ثانية لمستوى عالي جدا. زاد ايه بقى؟ في حاجة لاحظوها الناس بقى اللي حللت المواضيع، ان لزيادة بقى تأثير التخدير انهم هم بيقوموا حاطين اطار اسود كل، يعني مثلا ما تيجي تشوف فيلم كل 32 اطار، يعني الفيلم ده بيبقى عباره عن ايه؟ كادرات ورا بعضها، كادرات، والكادرات دي بتلف بسرعه معينه عشان العين تشوفها. لقوا ان ايه بقى؟ ان هم بيعملوا حاجه خبيثه جدا، ان كل 32 كادر بيحطوا كادر اسود. ده بقى ايه بيعمل ايه؟ ده بيزود تاثير التخدير اكتر، بيبعت 45 نبضه كل دقيقه يستقبلها العقل الباطن. بيبعت 45 نبضة استقبلها العقل الباطن. ده بيزيد من حالة التخدير من ناحية، وبيخلي الإنسان يكون عبد للإيحاءات اللي بتيجي والإعلانات اللي بتيجي، بيبقى زي عبد، بيبقى زي ما يكون شايفها داخلة العقل الباطن. الكادر الاسود احنا بنشوفه اسود ما بيبانش من السرعه، لا ما بيبانش من السرعه، ما بيبانش من السرعه، انما هو بيبان ايه زي وشايه كده يعني، او بس انت بتشوفها عادي، وفي خلال بقى الحركه وفي خلال كذا ما بتلاحظش دوت. فده بيخليك كمان، ده نوع من الرسائل الخفية، وهنشوف برضو بعض الرسائل الخفية دلوقتي وبعض أوجهها، بس بقول يعني ده نوع من الرسائل الخفية، وبيبعت 45 نبضة في الدقيقة، انه يزود الإفراز بتاع البيتا اندورفينز دي، اللي هو يخليك فعلا زي ما تكون واخد حشيش أو أفيون، وانت ما تعرفش ان انت في حالة تخدير. وبيخليك أكثر تقبل لانك الإيحاءات اللي بتجيلك. طبعا بقى الأفلام دي يعني ليه هما بيعملوا كده كمان؟ فيلم وراء حالة، مش بس عشان بتاع في احاد كتير توصل. مثلا الافلام دلوقتي بقت كلها، والالعاب الاطفال، يعني الالعاب الاطفال دي بقت كارثة. كان تبص تلاقي كلها بقت عبارة يديك ادوات قتل، كل مرة بقى الادوات القتل بقت افظع. بقى غير الاول انك انت تقطع الجثة وتشوف الدم وتشوف بتاع مشاهد، مثلا ممكن البطل لما يفوز يقوم مطلعين له مشاهد جنسية او مثلا بطرق ما. كل ده بيشتغل على الطفل من جوه، بيشتغل الانسان من جوه، بيعلي طاقته السلبية وبيعلي الشرور وبيعلي تمكن الشياطين، بيعلي